بسم الله الرحمن الرحيم. الكاميرا هو أنا فاتح الكاميرا دلوقتي يا أستاذ محمد، بس جايبة الظهر. لا، لابتوب لابتوب. طيب كده كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أشكر أستاذنا الدكتور هشام الشيخ لدعوتي للميتنج ده. الحقيقة دكتور هشام ده جهد مشكور لحضرتك، يعني في ظل هذه الظروف اللي احنا فيها. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يعرف ميزان حسنات حضرتك وحسناتنا جميعا، ويعدي الفترة دي على خير إن شاء الله. طبعا انا سعيد وتشرفت ان انا اكون مع كوكبه من اساتذتي واخواتي الكبار في جامعات مصر مختلفه، الدكتور عز عبد الحميد، الدكتور حسام منصور، والدكتور اشرف. المحاضره النهارده يعني احنا عايزين نقول ان هي باك جراوند او انيشيال بوينت ان احنا نشتغل بيها، لان الماسكولوسكيتال الترا ساوند هو من الحاجات الديفيكولت، فعايزين نفتح له مجال شويه بالنسبه لي ان احنا الابلكيشن بتاعه يكون اكتر شويه، لانه له ميزات كتيره وللاسف كل الناس بتبعد عنه لانه تايم كونسيومنج، او ان هو عباره عن الكهف المقفول اللي ما فيش كتير بيتطرق له. يعني عشان كده المحاضره بتاعتنا النهارده اباوت ماسكول سكليتال الترا سونوجرافي. لازم نعرف ثلاث نقط مهمين: التكنيكال بوينت بتاع الماسكول سكليتال اكزامينيشن. طيب لما انا اعمل تكنيك كويس لازم هطلع اناتومي كويس، وبالتالي ابسطهم الباثولوجيكال كوزس اللي بتكون موجوده في كل جوينت هنعمل له اكزامينيشن. ماسكول سكليتال الترا ساوند ده عباره عن ايمجنج تكنيك. الحقيقه هو ضاف كتير للحاجات اللي هي مثلا كان فيها ان اكسسبل اكزامينيشن. يعني كان زمان مثلا الام ار لو في عيان عامل امبلانت او ميتال امبلانت واحنا عاوزين نشوف الانفكشن موجوده ولا مش موجوده او الكومبليكيشن، فكان في كونترا انديكيشن للام ار اكزامينيشن. حتى ايفن بالسي تي كان ممكن يحصل ارتفاكت شديد شويه ويعمل الايزيشن للتشو اللي حوالين الامبلانت اللي موجود. علشان كده الالترا ساوند كان بيعمل جود سوفت تشو ديلينيشن في القصه دي، فهو عمل اضافه للسي تي والام ار والاكس راي. طيب الميزات بتاعته ايه بتاع الالترا ساوند اللي خلينا نشجعه في الانتيتي بتاعته، وخاصه ان هو افيلابل لكلنا دلوقتي موجود ايفن حتى في العيادات الخاصه والمستشفيات وكده. رقم واحد ان هو لو كوست اكزامينيشن، ما معروف للكل. يعني النقطه الثانيه هاي ستاتشر ريزوليوشن، لانه الحقيقه بيطلع جود سوفت تيشو ديفرنشيشن مع الاكسبرت اوبريتور، بيكون الفحص ده فيري هيلبفول وكويس جدا. يعني الوايد افيلابيلتي بتاع الالترا ساوند خلته ان هو برايمري تول للاكزامينيشن. يعني معظم الناس اللي بتشتغل دلوقتي انت في الترا ساوند بيكون نير باي يو، فعلشان كده هو من الاكزامينيشن المهمه جدا لانها بقت ادجسنت لكل فرد مننا. يعني الحاجه الرابعه ان الالترا ساوند اكزامينيشن ويل تولريتد باي ذا بيشنت هيم سيلف، يعني البيشنت نفسه يتقبله بطريقه سهله. ما فيش عندنا الكولستروفوبيا بتاع الرنين، ما فيش عندنا مثلا الاوفر ويت بتاع السي تي وات ايفر، الحاجات دي كلها لا، ده ويل تولريتد باي ذا بيشنت. ان هو بعد كده الالترا ساوند عباره عن نون انفيزيف اكزامينيشن، ده فيري ايزي، مالوش له اي هازرز خالص.
ما فيش فيه ايونايزنج راديشن. لما نعمل مقارنه بالنسبه للسي تي او بالاكس راي، لا هناك فرق كبير، يعني ان هو ما فيش فيه ايونايزنج راديشن. وفي ناس كتير بتكون وخاصه البريجننت وومن وعايزه تعمل تطمن على نفسها، لا في معظم الاوقات طبعا الالترا ساوند بيحل لنا المشكله دي. طبعا عندنا بيشنت مركب بيس بيكر او عنده كونترا انديكيشن للام ار اي اكزامينيشن، نقدر ناخد فكره بالالترا ساوند. نعم الالترا ساوند هيكون فيه هيقدم لنا الحلول في الباثولوجي اللي موجود. النقطه الخطيره جدا بقى في الالترا ساوند اكزامينيشن ان هو ممكن يعمل دايناميك ايفالويشن. يعني احنا عندنا مثلا لو شفنا ابنورمال سيجنال انتنستي في فحص الرنين مثلا في تندون من التندونز مثلا اللي موجوده، وتلاقينا الابنورمال سيجنال دي ممكن تكون بوست اوبرتيف، بس الريفيرال فيزيشن عايز يشوف هل هو التندون ده انتكت ولا لا، لازم نعمل دايناميك اكزامينيشن نشوف في ترانسميتد موفمنت للماسل بيلي ولا لا. وبالتالي الدايناميك اكزامينيشن ده وان اوف ذا امبورتنت ادفانتج اوف الترا ساوند. الحاجه اللي بعد كده اللي هو المالتي ريجن اكزامينيشن، الحقيقه برضه ده من الادفانتج الكبيره جدا. ممكن يكون عندي مثلا نيرف افكشن او باثولوجي along ذا كورس في مثلا ابر لمب في الارم والفور ارم، فبالتالي البيشنت بيانديكيت ان عنده مشكله في الفور ارم. طيب لو هو انديكيت ان في مشكله في الارم، ممكن اطلع بالالترا ساوند بروب واشوف القصه دي، وقد يكون السبب بروكسيمال وما هوش ايه ديستال. في الام ار اكزامينيشن بالعكس، انا ببقى حاطط الكويل، بكون حاطط الكويل على مكان معين، فبالتالي ممكن لو في كومبلينت بعيده مش هقدر اجيبها. النقطه الاخطر برضو ان انا بمنتهى البساطه اعمل كونترا لاترال كومباريزون بتوين the health side and the complaining side of the patient. طيب ده بالنسبه للادفانتج اللي تخلي الالترا ساوند لازم كلنا نهتم بيه في الفتره الحاليه علشان يخش التراك بتاعنا، وان هو يبدا ينافس، وان الناس كلها لازم تكون اورينتد بيه، وخاصه ان بتوع الروماتولوجي بداوا يحسوا باهميه القصه دي. والانيشال اكزامينيشن ايفن لما البيشنت بيروح مثلا الروماتويد ارثرايتس، بعد ما بيعملوا اللاب لازم يبص على السينوفايتس والسينوفيال افيوجن، فبدا يكون مانداتوري على كل المستويات. طيب انا علشان اكون اطلع فحص الترا ساوند اوبتيمم زي ما انا عاوزه، لازم طبعا اطلع في الريزوليوشن بتاعه يعمل لي ديلينيشن لكل السوفت تيشو ستراكشرز اللي موجود. طب ازاي اعمله؟ هختار البروب اكوردنج، يعني لو انا في جوينت صغير هختار مثلا من البروب من 7 مثلا ايفن لحد 13 ميجا هرتز، لو انا بشتغل على الهيب جوينت ممكن اقلل شويه عن ال 7 ميجا هرتز. طيب ما ننساش نقطه مهمه جدا في التكنيك بتاع الالترا ساوند، في حاجه اسمها انايزوتروبي ارتيفاكت. الانايزوتروبي ارتيفاكت ده ارتيفاكت بيظهر لو الانجل بتاع الالترا ساوند مش نازله 90 درجه على التندون اللي موجود، فبالتالي يظهر هايبوكوك ويبان ان هو باثولوجي وهو مش باثولوجي. نصلحه ازاي؟ ان احنا نعدل البروب يكون 90 درجه على الـ 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 على التندون اللي احنا بنعمله. النقطه رقم 3 ان انا في التكنيك ان لازم يكون الاناتومي معروف بالنسبه لي كويس جدا. يعني ما ينفعش مثلا ان احنا نعمل الفحص وانا مش اورينتد ايه السوبيريور وايه الانفيريور، ايه الميديال وايه اللاترال، انا بشتغل على فيمر وديستال تيبيا ولا بشتغل على الميديال اسبكت ولاترال. لازم الحاجات ده اكون عارف ايه اللي موجوده بالظبط، الاورينتيشن بتاع البروب والاورينتيشن بتاع الجروس اناتومي. رقم 4 ان انا لو شكيت في حاجه بالنسبه للسايت اللي البيشنت بيعمل منه كومبلينت، لازم اعمل كونترا لاترال اكزامينيشن علشان اكونفيرم الباثولوجي اللي موجود في المنطقه الهيلث اللي احنا بنتكلم عليها. رقم 5 ان احنا لازم نعمل دايناميك اكزامينيشن فور بيتر ايفالويشن اوف ذا ليجامنتس اند تندونز سسبكتد تو بي تيرد، يعني او فيها بارشال تير اور كومبليت تير. النقطه في التكنيكال تريكس برضو اللي احنا لازم نكون عارفينها ان البيشنت جايد يو، يعني البيشنت لما يجي لازم نحترم الشكوى بتاعته، وهو يقول بالنسبه لنا احنا يا دكتور النقطه دي هي البوينت اوف كومبليننج، ده نحط البروب اول مره عليها. يعني ما يعني في سيستماتيك ابروتش ان احنا هنبدا الجوينت مثلا ايه انتيريور بوستيريور ميديال لاترال، ولكن احنا لازم نبدا بالبوينت اللي البيشنت جاي يشتكي منها. طيب نفسر الكلام اللي احنا حكيناه ازاي بالنسبه للبوزيشن. قلنا البوزيشننج بتاع البيشنت هو مفتاح ان احنا نعمل الترا ساوند اكزامينيشن كويس. يعني البيشنت لو مش عامل، لو انا مش فاهم البوزيشن اللي انا اخلي البيشنت فيه يكون كويس،
معنى كده ان ممكن يحصل ميس انتربريتيشن، لان مش هشوف الاستراكشرز اللي انا بطلعها دي بتكون طالعه اكوردنج لي كل بوزيشن. يعني فرضا ان احنا عندنا السوبرا سباينيتس ماسل ماشيه اندر ذا اكروميكولافيكولار جوينت هنا. طيب لما اجي اعمل الترا ساوند اكزامينيشن بعمل البوزيشن الاديكوت ليها علشان اخليها تخرج انتيريور تو ذا كلافيكل علشان اقدر اشوفها بالالترا ساوند. فبالتالي البيشنت انا هطلب منه ان هو يعمل يحط البالم بتاع البالم اوف هيز هيد اول اوفر هيز باتوكس، كده بيخلي البوزيشن بتاع السوبرا سباينيتس تطلع انتيريور واقدر اشوفها. يعني في حاجات سبيسيفيك فور ايتش ستراكشرز تو بي ايفالويتد. طيب احنا شفنا السوبرا سباينيتس على سبيل المثال برضو، انا عايز اشوف الانفراس باينيتس. طب الانفراس باينيتس معروف ان انا هيكون لها بوستيريور ابروتش، يعني البروب هيتحط بوستيريور على البوستيريور اسبكت بتاع الشولدر زي ما احنا شايفين كده. طيب وبالنسبه للهاند بتاعته هتكون على الكونترالتر سايد. يعني معنى كده ايه اللي احنا عاوزين نقوله؟ نقول ان احنا كل الاستراكشرز احنا عاوزينه له سبيسيفيك بوزيشن اللي هيعمل له بيتر ديلينيشن للبيتر ديلينيشن في الالترا ساوند ايمج. ليه؟ لان الوضع ده هيطلع لي الكورسبوندنج ايمج بتاع الالترا ساوند زي ما احنا شايفين. ده كده الهيومرال هيد، وعندنا كده الانفراس باينيتس تندون اتاتش تو ذا هيومرال هيد، دي الدلتويد ماسل ودي السبكوتينيوس فات وده السكيل. طيب يعني بمنتهى البساطه علشان احصل على ايمج كويس لازم يكون البوزيشن بتاع البيشنت ادكوت، وانا عارف البروب هيتحط في انهي بوزيشن، وبالتالي وصلنا للادكوت ايمج اللي بالتالي هبني عليه في باثولوجي ولا لا. اتكلمنا على التكنيكال بوينت، خلي بالنا ان في حاجه اسمها انايزوتروبي ارتيفاكت. لو افتكرنا انايزوتروبي ارتيفاكت ده عيب، بس انا بستخدمه ميزه في بعض الاحيان. يعني لو احنا كده حطينا البروب، معروف ان احنا عندنا هنا ده لو بنتكلم على البايسبيتال جروف مفروض ان في البايسبس تندون. البايسبس تندون ده باين هنا ان هو هايبو اوبويك بالالترا ساوند. ليه؟ علشان البيم بتاع الالترا ساوند نازل اوبليك مش نازل بيربنديكولار. طب انا اعمل ايه؟ اقوم مخلي البروب بيربنديكولار على التندون، وبالتالي الجزء الهايبو اوبويك اللي هو التندون ده بقى هايبر اوبويك. وده معناه ان احنا في بعض الاوقات الحاجات اللي هي سسبكتد تو بي تيرد لازم اظبط الانجل بروب تكون 90 درجه على التندون ده. وبالتالي لو الحته الهايبو اوبويك بقى بيرزيستنت على الرغم ان احنا عملنا البروب 90 درجه يبقى اتيز اباثولوجي. انما لو الحته الهايبو اوبويك اللي شفناها بالالترا ساوند بقت هايبر اوبويك نوت اباثولوجي. ده علشان نقدر نستخدمه كميزه اللي هو الانايزوتروبي ارتيفاكت. في بعض الاوقات ما بعرفش هو الاستراكشرز قدامي ده ماسل ولا تندون. لما ابلك اعرف ان ده تندون، لان التندونز لها ديفرنت اكزيتس من الماسل بالك نفسها. يعني يا اما يخرج سنترال ويبقى سنجل تندون من الماسل، يا اما يكون مالتيبل نيت تندونز يطلع عباره عن باندلز كده من الماسل، يا اما يكون بيطلع اكسنتريك من الماسلز نفسها. طيب الالترا ساوند له ليميتيشن طبعا، يعني ما اقدرش اقول في عندي في فراكشر لاينز مثلا والفراكشر لاينز دي انا عايز اشوف فيها في مينراليزيشن ولا لا، في هيلنج للفراكشر لاينز ولا لا بالالترا ساوند. لا، الاكس راي والسي تي هو السوبيريور للالترا ساوند. طيب عندي ليميتيشن تاني، في حاجات في البون مارو ما ينفعش اعمل ايفالويشن لها بالالترا ساوند خالص، لان هيحصل انترفيرنس مع الالترا ساوند بيم مش هيحصل اختراق. البون تيومر الحاجات اللي هي اكسترا اوسيوس جروس، لها الاكسترا اوسيوس جروس ممكن اشوف. الانترا ميدالري ريجنز مش هقدر اعلق عليه. طيب حاجات ثانيه برضو زي الساكرو الياك جوينت، ده شويه ديفيكلت تو بي ايفالويتد. الانتيريور كروشيت ليجامنت صعب ان احنا نعمل له كومبليت ايفالويشن بالالترا ساوند، وده من الليميتيشنز اللي فيه. البنسكاي برضو من الحاجات الالترا ساوند ممكن يديني فكره مبدئيه، ولكن السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي تبقى اعلى للام ار. طيب علشان انا اوصل لبدايه الطريق، يبقى رقم واحد كان في تكنيكال تريكس بنتكلم عليها. رقم اثنين اتكلمنا على الاناتوم اللي احنا كان المفروض نكون عارفينه بالنسبه لكل جوينت يكون معروف ازاي. طيب الجوينت نفسه، اي جوينت هعمل له ايفالويشن هبص عليه، اي جوينت في الدنيا هيتكون من سيرتن ستراكشرز، اللي هو رقم واحد البون هيعمل لي
articulation والبون ده covered by cartilage علشان يقلل الفراكشن. وبعدين حوالين الجوينت نفسه في ماسل، الماسل دي attached to the bone by tendons، والبونز دي نفسهم attached by ligament to each other. وعندنا في كبسول وسينوفيوم بيعملوا كفرج للجوينت اللي موجود، وعندنا نيرف سبلاي اللي بيغذي الحاجات دي كلها. طيب احنا متخيلين ايه الالترا ساوند ممكن يطلع ايه باثولوجي؟ يعني مثلا الالترا ساوند كانتيتي عاوزين نشوف هو ممكن يطلع لنا ايه. بالنسبه للتندون ممكن يشخص تندون تير، هل هو بارشال ولا كومبليت تندون تير؟ الجاب دي ميجرز قد ايه زي ما الدكتور حسام قال بتهم الجراح، هل حصل ريتراكشن للماسل بيلي ولا لا، هل حصل الماسل سايز قلت ولا لا. في تندونايتس يعني التندون ده او التندونوزس، التندون ده حصل فيه سيكنينج للتندون نفسه ولا لا. الاكيلس تندون من الحاجات الاكسسبل واللي هي فريكوينت ريكوايرد فور الترا ساوند اكزامينشن، وايفن افري تندون اول اوفر ذا بودي كان بي اكزامين باي الترا ساوند. الماسل نفسها نعمل لها ايفالويشن، هل فيها تير ولا لا، هل فيها ماسز ولا لا، هل حصل بوست انجري فلويد كولكشن اور ابسس فورميشن، الليجمنت فيها سبرين اور تيرز، في انفلاميشن اور فلويد اور افيوجن في اي بيرسا اول اوفر ذا بودي، حصل في الروماتويد ارثرايتس في ايرلي تشينجز ولا لا. لان احنا عارفين في روماتويد ارثرايتس الفيرست بريزنتيشن اللي هو جوينت سويلنج باي ساينوفايتس اند ساينوفيال افيوجن، عشان كده الالترا ساوند سنسيتيف في الايرلي ديتكشن. النيرف انترابمنت احنا عايزين نشوف النيرف ده، يعني ممكن اصلا عيان بيجي لنا بال نيرف كوندكشن فيلوسيتي افكشن مثلا للكاربال تانل، ده انا ممكن اعمل سكرينينج للنيرف الونج اتس هول كورس في الارم والفور ارم، يعني ممكن امشي مع النيرف كله موجود معاه، الالنر نيرف ريديال نيرف اي نيرف ممكن اعمل له اكزامينيشن. اقدر اشوف في سوفت تيشو ماس ولا لا، اعمل لها كاركترايزيشن زي الام ار، هل هي بناين ولا مالجننت، محترمه الفيت بلينز ولا ديستركتيف للفات بلينز، السايز بتاعها قد ايه، فيها فاسكولاريتي بالكلر دوبلر ولا لا، فيها نيكروزس ولا لا، فيها كالسيفيكيشن ولا لا. من الحاجات الكتيره اللي بتطلب ام ار اي لجنجليون سيست، طب ليه نكلف العيان؟ يعني المفروض ان ده ساينوفيال سيست او حاجه صغيره ماشي، المفروض ان احنا لو حطينا عليها الالترا ساوند بروب خلاص هنقدر نقول ده سيست ولا لا. بس الفرق بقى لما احنا نكون اكسبرت في الماسكولوسكيليتال الالترا ساوند هنقول ايه، لا ده السيست ده موجود ريليتد للتندون الفلاني، لو ديب انترا ارتيكولار كونكشن، في مالتي ليكيولز ولا سيستيك ليكيولز، طب الليكيولز الديب ده على بعد قد ايه؟ لا يعني التفاصيل كل ما نكون سبيسيفايد وفي سب سبيشاليتي هنتلاقي الدنيا مختلفه تماما. يعني هل نعمل ديفرنشال دياجنوزيس؟ ممكن يكون الليجن مش ارتيكولار اصلا ولا يعني ممكن يكون اكسترا ارتيكولار زي في هيرنيا ولا لا. طيب كمان ممكن يكون عيان بيجي في حاجات ما تكونش راديو ايبيك راديو ايبيكس بالاكس راي، زي مثلا ممكن تكون وود بارتكلز او وات ايفر، يعني الالترا ساوند يقدر يجيبها وممكن يعمل مارك كمان على البوزيشن بتاع الفورم بودي ده، وبالتالي نقدر نعمل عليه سيرجيكال اكسبلوريشن. الدي دي اتش ان انفنت، يعني الفيرست اكزامينيشن تول از الترا ساوند اكزامينيشن، ان احنا نقدر نقول العيان ده فيه دي دي اتش ولا مفيش فيه دي دي اتش. طيب نقدر نشخص في بين في التشيلدرن في الهيب في الهيب اوف ذا تشيلدرن، هل في البين ده سببه ايه، هل هو سيبتيك ارثرايتس ولا هو ترانزيت سينوفايتس، يقدر يفرق لي الكورس ايكوز اللي موجوده في الساينوفيال فلويد او الكلير فلويد اللي موجود، وبالتالي نقدر نقول في انفكشن ولا مفيش انفكشن. نقدر نشوف اي سوفت تيشو ماسز موجوده ولا لا. نيجي الاول حاجه البون، البون يظهر ازاي بالالترا ساوند، لان لازم عينينا تتعود على الاستراكشرز تبان بالالترا ساوند ازاي. البون له شكل، الماسل لها شكل، التندون له شكل، الليجامنت ليه شكل، الكارتليج، الساينوفيوم، النيرف. رقم واحد احنا كده بالنسبه لنا كبون الالترا ساوند ابيرز از سموث وايت لاين، وحتى لو في كيرفيتشر الكيرفيتشر دي بتبان ايه، بتبان كانها سموث ما فيش فيها اي ديبنج او ايريجولاريتي، ده عباره عن الهيب جوينت. طبعا لازم اكون عارف الاورينتيشن، هل انا جايب كده الاورينتيشن ده ترانزفيرس ولا لونجيتودينال ولا ماشي ازاي. يعني احنا كده انا عارف ان الاورينتيشن بتاع الجوينت ده ان البروب محطوط لونجيتودينال للفيمورال نيك،
فبالتالي البون باينه سموث، وكده عندنا الفيمورال هيد باينه، وبعدين ده عندنا الاستابيولم اللي احنا بنقول عليه. نفس القصه بشوف هنا بون، اعمل له ايفالويشن على كل الوايت لاينز للكورتكس اللي موجوده كده، مفيش في كورتيكال ايروجن لان الباثولوجي اللي فيه هو محدود. هو ايه اللي هيحصل للبون؟ البون انتل اتس هيلثي مش هيكون في حاجات من اللي احنا هنقولها، يا اما يحصل فيه ايروجن، يا اما يحصل فيه بوني اوت جروث، يا اما يحصل فيه اوستوفيتس فورميشن. طيب وانس ان احنا ماشيين كده على البون ابيرز نورمال، مفيش فيه لا ايروجن ولا بوني اوت جروث ولا اوستوفيتس فورميشن. هنا احنا عندنا طبعا نقدر نشوف بقيه الاستراكشرز اللي موجوده، يعني احنا من اول السكن كاننا بالظبط لازم نكون عارفين الاناتومي السكن والسبكتينيوس تيشو كده، في ماسل كبيره كده ماشي، وبعدين هنا ده الماسل بتبان سترايتد، الفايبرز بتبان هايبر اوكويك، والكونكتيف تيشو بيبان هايبر اوكويك. وبالنسبه للتندون بيبان حاجه اسمها فايبريلر ايكوتكستشر. فايبريلر ايكوتكستشر ده لان التندون فايبر بتكون دنسلي باكد لبعضهم. والاسود اللي على البون ده عباره عن الكارتليج، هنوصل لكل نقطه بالتفصيل. برضو نفس القصه، انا عندي هنا البون ماشيه كويس، بس الكيرف الكيرفيتشر اللي موجود ده هل هو ايروجن ولا حاسين ان هو فيه سموث كيرفيتشر، مفيش فيه جروس ايروجن للبون. فبالتالي اقدر افرق الهيلثي بون، وده برضو عباره عن هيلثي بون مفيش فيه اي باثولوجي خالص، ونشوف الخط اللي هو اسود على طول ده الهايبو اوكوك لاين اللي ماشي، ده عباره عن كارتليج كفرنج ذا بون، ثم ده عباره عن التندونز دي ماسل ذا سبكوتينيوس فات اند ذا سكين سوبرفيشال. نفس القصه برضو، ده ايمج لونجيتيودونال على الني جوينت كده بروكسيمال وكده ديستال، انا كده شايف الفيمورال كوندايل ماشي معاها اهو، وكده ديستال انا شايف التيبيا موجود. طب بالنسبه للفيمورال كوندايل اللي انا ماشي معاها، فحصل ايه؟ حصل في سموث كيرفيتشر وماشي، مفيش فيه مشكله خالص، مفيش فيه اروجن اللي احنا بنتكلم عليه، الدنيا ماشيه كومبليتلي فري، مفيش فيه ابنورماليتي موجوده في البون. طيب علشان اقدر اقول ان في باثولوجي، الباثولوجي قلنا يا اما يحصل في البون ده اروجن، يا اما يحصل فيه اوستوفايتس فورميشن، يا اما يحصل فيه بوني اوت جروس، يا اما يكون فيه انترا اوسياس مع اكسترا اوسياس ماس. زي ما احنا شايفين كده احنا ماشيين بالنسبه للوايت الوايت لاين اللي هو بتاع الالترا ساوند بيم، مره واحده حصل فيه ايروجن، حصل فيه ديبنج في الكورتكس، مش نوت سموث كيرفيتشر. طيب وكمان معانا الكونفيرميشن ان ده ايروجن، الكوميت تيل ارتفاكت اللي بتحصل مع الالترا ساوند بيم، وبالتالي ده كونفيرم ان احنا عندنا هنا باثولوجي في البون. طيب بنعمل الترا ساوند برضه بنشوف الارتكيوليشن، فده جوينت بلين، وبعدين واحنا شايفين الجوينت بلين شايفين فيه حاجات لها بروتروجن اوتسايد ذا ارتكولار مارجن اللي هي عباره عن الاوستوفايتس، سهل جدا ان احنا نشوفها بالالترا ساوند ونشوف البوني اوستوفايتس بالجروس بتاعها، فعلشان كده الاوستوفايتس فورميشن باينه في الالترا ساوند بي. احنا عندنا هنا الترا ساوند بيم شايفين ان البون سليم خالص، الوايت لاين باين كده كويس، وبعدين احنا ماشيين وبعدين تلاقينا في بوني ماس، البوني ماس ده عباره عن بوني اوت جروس ظهر معانا مع الشافت. ده احنا عارفين بوني اوت جروس ده ممكن يكون اكزوفيتيك اوستيوكوندروما بوني اكزستوزس، والالترا ساوند بيكون ليه رول كمان، لان احنا كنا في الام ار كنا بنستخدم الام ار علشان يطلع السيكنس بتاع الكارتليجنس كاب اللي كان انديكيت هل هو حصل له مالينا ترانسفورميشن ولا لا. الالترا ساوند برضه ليه نفس الميزه لانه بيقدر يحدد السيكنس بتاع الكارتليجنس كاب اللي موجود. برضه البون واحنا بنعمل الالترا ساوند اكزامينيشن احنا شايفين ان في ديستورشن اوف ذا جوينت بلين، في اوستوفايتس فورميشن، يو كان ايزلي سيد ذير از اوستو ارثرايتس ناروينج اوف ذا جوينت سبيس was osteophytes formation and periarticular osteophytes موجود. نفس الكلام برضو احنا بنتكلم هنا على مستوى الني جوينت، عندنا البون ما عادش لوست الكيرفيتشر بتاعته، بقى فيه بوني اوستوفايتس ارايزنج بيهايند ذا جوينت بليد، سواء بروكسيمال او سواء كان ديستال، سواء تيبيال او سواء كان فيمورال، ويندكيت ان فيه اوستوفايتس فورميشن. من الحاجات الباثولوجي برضو اللي احنا قلنا عليها اللي هو يحصل بوني اوت جروس، يعني دي ماس خارجه من البون. طيب
الماس اللي خرجت من البون دي هي اصلا فيها سموث كيرفيتشر وكل حاجه. طب انا اقدر اضيف ايه بالالترا ساوند؟ اقدر اقيس اضيف السيكنس بتاع الكارتليجنس كاب نفسه وصل قد ايه. يعني احنا كده نقدر نشوف الكارتليجنس كاب بيظهر ازاي. هايبو اكو الكارتليج في الالترا ساوند بيبان هايبو اكو، اقدر اخد السيكنس بتاعته. لو هو اقل من 1 سم خلاص اتز ستيل بناين اوستيوكوندروما، لو عدت ال 1 سم نقول ان يحصل فيها بدا حاصل فيها مالجنان ترانسفورميشن. طيب نبدا نشوف، يعني احنا كده خلصنا البون بيبان ازاي بالالترا ساوند وعرفنا الباثولوجي اللي ممكن يحصل فيه البون. طيب الكارتليج يبان ازاي معايا؟ الكارتليج يبان هايبو اوكور، يعني احنا لو احنا عاملين ده عباره عن ترانسفيرس فيو للني جوينت، شايفين فيها التروكليا وده الكارتليج اللي كفرنج التروكليا. احنا شايفين ان الكارتليج مغطي كل التروكلر سيرفيس اهو، الهايبو اوكور ده كله ده عباره عن مين؟ عباره عن الكارتليج. في حالات بقى الباثولوجي اللي يحصل فيه ان يحصل فيه برضو احنا عندنا هنا نفس الفيو اللي هو اللي احنا شفناه ده، لما يحصل فيه باثولوجي يحصل فيه لوس للكارتليج سيكنس، حصل فيه بارشال لوس اوف ذا كارتليج سيكنس وبدا يحصل فيه الريجولاريتي للارتيكولار مارجن، ده دليل ان بدا يحصل اوستو ارثرايتس. ده مين لي بيكون على سايد وسايب السايد الثاني لسه هيلسي، عايز عارفين لان الني جوينت دايما بتبقى ويت بيرنج جوينت وبيحصل في الميديال اسبكت شويه. نفس القصه هنا احنا بصينا على الني جوينت بدانا نشوف ان في بوني اوستوفايتس موجوده في الفيمورال وتوليس اكستنت هنا في التيبيال بلاتو، وبعدين بدانا نشوف في هنا كارتليج لسه بريزيرفد هايبوكوك، وبعدين في فيمورال كارتليج ما عادش موجود. اللي موجود ده يا جماعه ده المينيسكس، حتى ايفن هي فيها باثولوجي، المفروض ان المينيسكس دي بتبان كلها هوموجينس ايزو اوكويك كده، فباين ان في كليفت هايبو اوكويك جوه المينيسكس اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن يحصل كريستال ديبوزيشن على الكارتليج، يعني زي حالات الجوت او الهايبر يوريسيميا. نبدا نشوف ايه، المفروض ان احنا في الايمج اللي فات اللي هو ده احنا شايفين الكارتليج هوموجينس ما فيش فيه مشكله خالص. لو حصل فيه كريستال ديبوزيشن على السيرفيس اللي هو بتاع الكارتليج ده عمل لنا حاجه اسمها دبل لاين ساين، يعني الكورتكس بتبان بيضه والكارتليج يعمل ديبوزيشن، الكريستالز بتاع الجوت تحصل لها ديبوزيشن على الكارتليج تعمل الدبل لاين ساين زي اللي احنا هنشوفه كده. فدبل لاين ساين يحصل كريستال ديبوزيشن هنا موجود على الكارتليج اللي موجود وده الكورتكس فعمل دبل لاين ساين ودي كاركترستيك للجوت. نيجي للمصل، تبان ازاي المصل؟ المصل دي عباره عن استرايتد ستراكشر في مصل فايبرز انتربوزد باي كونكتيف تيشو. طيب احنا نقدر كده بالالترا ساوند بيم نقدر نميز ان احنا عندنا ثلاثه مصل بيلي موجودين، ده واحده وده واحده وده واحده، يبقى حتى احنا بدانا بنعرف ان في ديفرنشيشن، مش نعرف ان في مصل كمان، لا ده احنا نعرف ان في مصل وفي انتر ماسكولار بلين هنا وهنا وفي ما بينهم المصل فايبرز زي ما احنا بنقول عباره عن هايبو اوكويك بلينز وفيها انتر فايبرز كونكتيف تيشو. تبان كده لونجيتيودنال، ولما نجيب البلين بتاعنا ترانزفيرس تبان ان هي هايبر اوكويك دوت انترسبيرسد ويزن ذا فايبرز اوف ذا ماسلز. كمان لما نعمل نقدر نحدد الاناتومي، يعني المفروض ان احنا لما بنحط مثلا ايه على الصاي، فعلى الصاي المفروض ان انا بشوف الفيمر اكون عارف الكومبارتمنت او المسل كومبارتمنت اللي موجوده في الصاي. معروف ان المسلز الموست سوبرفيشال مثلا الريكتس فيمورس، طيب اللي هي البيريوسيس فاستس انترميدياس، طيب على الجنبين هتبقى مين؟ الفاستاي مسل، فاستس لاترالز وفاستس ميدياليز نقدر نحدده. وبالتالي اللي عاوز اقوله ايه؟ ان احنا نقدر نقول ان البلينز اللي موجوده ما بين المسلز دي تقدر تحدد هل حصل كتير اللي موجود ده كتير انتراماسكولار ولا انتراماسكولار وانترماسكولار ولا بيورلي انترماسكولار بلين زي دي بالظبط. احنا نقدر نشوف هنا بصينا على المسل اكيد الهيستوري بيحل لنا قصه كبيره، ان حصل فلويد كوليكشن مثلا العيان بيجي لي بتروما بيقول ان انا مثلا كنت بلعب مره واحده حصل رجلي فرقعت وما قدرتش امشي، فطبعا بد يعني حتى هو الـ في الويسترن كانترز والكلام ده بداوا يعملوا ان البرايمري ايمجنج تول في السبورت انجري هي عباره عن الماسكولوسكيليتال الترا ساوند قبل ما ريفير للام ار ار. احنا هنا شايفين فلويد كوليكشن انتر انترا ماسكولار
فده معناه indication ل traumatic trauma to the fibers and fluid collection inside the muscle fibers. برضو احنا lost the homogeneous pattern بتاع the striated appearance of the muscles. حصل في disruption للفايبرز وفي tracks of the fluid inside the muscle. معنى كده ان احنا عندنا partial tear inside the muscle itself. برضو نفس القصة المصل lost the intact or integrity of the fibers بدأ يحل مكانها الفلويد كوليكشن جوه المصل فايبرز وبالتالي ده عبارة عن تير أقدر أحدده أنا بالسونار أقدر أقول إن التير ده significant معدي 50% من المصل ولا لا ولا not significant مش معدي 50% من المصل وطبعا الكلام ده كله هيكون reported by the size of the tear اللي هو ناخد الثلاث أبعاد الأنتروبستيريور والترانسفيرس والويتس بتاع المصل تير نفسه يعني. طب كمان أقدر أشوف أنا وأنا بعمل يجي لي بيشنت يشتكي لي من مصل سويلينج أو سويلينج whatever the site بنبص على بالألترا ساوند نتلاقي intramuscular lesion أقدر أقول ده benign or malignant يعني عندنا lesion smooth margin و hyperechoic و compressible و subtle vascularity inside أقدر أقول إن دي lipoma intramuscular lipoma بكل بساطة ماشي و ك initial diagnosis لا إحنا وصلنا مثلا بsensitivity وصلت الـ 95% بالنسبة للألترا ساوند. Here is intramuscular mass فيها heterogeneous hypoechoic area of necrosis ماشي فمعنى كده ان احنا عندنا intramuscular mass يبقى differential diagnosis هل هي benign or malignant ماشي نبدا نبص على المارجن بتاعتها نشوف فيها نيكروز ولا لا. المهم ان احنا نقدر نقول ان احنا بنتكلم احنا هنا في neoplastic lesion or non neoplastic lesion. كمان نقدر نقول mass زي دي برضو فيها lobulated will define the margin و appears to be solid ونشوف فيها vascularity inside ولا لا يعني نقدر نقول لا it is neoplastic mass و even كمان ممكن تكون malignant ولا لا بان هي مش محترمه الانترماسكولار بلين ممكن تي انفيد سراوندنج فات بلينز. نيجي للتندون والليجامنت. التندون والليجامنت لهم نفس الكاركترستيك الترا ساوند ابييرنس اللي هو بيسموه ايه بيسموه فايبريلر ايكو باترن. يعني ايه فايبريلر ايكو باترن ده يعني عباره عن ايه الفايبرز بتاع التندونز نفسها بتكون عباره عن densely packed كلها attached لبعضها حتى بتعمل refraction للالترا ساوند بي. فاحنا هنشوف ده المنظر بتاع التندون بيكون موجود كده زي ما احنا شايفين بيبان fibrillar echo pattern موجود و homogeneous و continuous للفايبرز ونفس القصة بالنسبة للليجمنت بيبان نفس الابيرنس بالضبط يبقى هو عبارة عن ايه fibrillar echogenic structure fibrillar echogenic structures. طيب الحاجات طبعا انا عارف ان التندون ده هو بيمسك المسلز للبونز ولكن الليجمنت بتوين ذا تو بونز الليجمنت بيمسك الاثنين بونز. طبعا كل فحص له اورينتيشن معين يعني لو انا بعمل عشان اشوف اللاترال كولاترال انجل اللاترال كولاترال ليجمنت بتاع الانكل لازم البيشنت هيكون في بوزيشن معين اقدر اقول اعمل بي ستريس البوزيشن ده اقدر اعمل بي ستريس على الليجمنت وبالتالي اقدر اقول في تير ولا لا. برضو في التندون اقدر اعمل دايناميك اكزامينيشن اخلي البيشنت يعمل الحركه اللي يفرد بها التندون سواء البيشنت يعملها ده معناها اكتف دايناميك اكزامينيشن او انا نفسي اللي اعمل له الاكستنشن والفليكشن او اعمل البيشنت موفمنت انا اللي اعملها بايدي فتكون ايه باسيف اكزامينيشن دايناميك اكزامينيشن. طيب بيبان ايه بقى في الترانسفيرس كده زي ما احنا شايفين ده عباره عن مين باين ان هي مصل ودي عباره عن ان هي مصل. طيب الايكوجينيك ستراكشر اللي هو باين كده ده عباره عن التندون. ما تنسوش يا جماعه لو احنا عملنا البروب الزاويه ما بقتش 90 درجه الهايبر ايكوك ده هيبان هايبر ايكوك وده يعمل انايزوتروبي ارتيفاكت ما ننساش النقطه دي نهائيا. يعني ده عباره عن اليوسوس مصل وده اكسنتريك اكزيت للتندون من الاليوسوس ماسل عشان ما نكونش نقول ايه طب ده التندون طب ده ايه لا ما هي الماسل بيلي بس لسه التندون ما عملش ايه هو اكسنتريك بوزيشن في الماسل نفسها. يعني ده برضو التندون وممكن احنا علشان في انايزوتروبي شويه او في شويه انجوليشن للالترا ساوند بي بدا يبان ان في شويه هايبر اوكوجينيست
اعمل ايه عشان اصلحه؟ لازم البيم او الالترا ساوند بروب يكون بيربنديكولار على التندون اللي انا بعمل له اكزامينيشن زي كده. طبعا انا لما اعمل اكزامينيشن انا عارف انا بعمل ايه، يعني انا عارف ان انا بجيب الكوادريسبس تندون، وعارف ان انا بجيب الباتيلا، وعارف ان ده فيمر من الاورينتيشن. وان شاء الله في المحاضرات اللي بعد كده نشرح كل جوينت سيبرتلي، ان هو ازاي اعمل اكزامينيشن لكل جوينت بالالترا ساوند علشان اقدر اعرف الاناتومي كويس. وبالتالي برضو عندي هنا السوبرا باتيلر ريسيس فيها شويه افيوجن، وهنا عندي شويه فات وبري فيمورال فات باينين ايكوجينيك كده زي ما احنا شايفين. اذا انا اقدر اطلع كل الداتا المطلوبه مني. التندون ابنورماليتي الماسكوسكيتال الترا ساوند، هو الفكره كلها زي ما بنقول يا جماعه تكنيك، ولما اعمل تكنيك صح هطلع اناتومي صح اللي هو الايمج صح، وبالتالي الباثولوجي كله هينحصر في حاجات محدوده مش كتير. طيب انا قدرت اطلع ان التندون ده ايكوجينيك وزي الفل وفايبريلر ايكو باترن، ولكن في فلويد حوالين التندون ده all over the sides of the tendon. ده معناه ايه؟ معناه ان احنا عندنا هنا انفلاميشن في synovial lining التندون شيست، tenosynovitis of the tendon sheath. يبقى ده عباره عن ايه؟ tenosynovitis. وده بيجي لنا كتير، والحقيقه ده لو احنا بدانا نفعل دور الالترا ساوند هنقلل كتير من استخدام الام ار اي، اللي هو ايه؟ طبعا علشان الهاي كوست افكت والكلستروفوبيا اللي موجوده عند معظم البيشنت يعني. الصوره دي معلش مبكسله شويه، ولكن هي بتبين ان في حاله الساينوفيوم ساينوفايتس او التينوساينوفايتس ممكن يحصل سيكننج للتندون شيس واز انكريزد الفاسكولاريتي، ومعنى كده ان احنا دخلنا في تينوساينوفايتس ولسه ما وصلناش لمرحله الافيوجن. برضه هنا في بيري تندونس فاسكولاريتي عاليه جدا، ماشي؟ معنى كده ان احنا عندنا اكتيف ساينوفيال انفلاميشن تينوساينوفايتس اراوند التندون اللي موجود. طيب انا بعمل اكزامينيشن قدرت اشوف ايه؟ ده بارت من التندون وده بارت من التندون، وما بينهم في جاب لوست اوف ذا فايبر كونتينيوتي، معنى كده ان احنا عندنا ديسربشن، وده معناه ان احنا عندنا التندون تير. يبقى رقم واحد من التندون احنا عندنا تينوساينوفايتس، ده الكومنست باثولوجي. رقم اثنين التندون تير سواء بارشال او كومبليت تندون تير، والتندينوزيس اللي هو برضو one of the commonest pathology of the tendon due to micro repetitive trauma. برضو احنا عندنا هنا التندون appears healthy خالص، ده الأكيلس تندون. نبص على الكونترالاترال سايد تلاقينا في swelling وفي marked thickening of the tendon، في heterogeneous fluid collection موجود في الميدل بارت بتاع الأكيلس، في تريمنج للاند بتاع الأكيلس تندون. اقدر اقيس الجاب واقدر اكونفيرم هل هو الجاب دي ميجرز كام بالظبط، واكونفيرم بالدايناميك اكزامينيشن. طيب على مستوى التندينوزس برضو احنا كده قدرنا نشوف ادا النورمال تندون ابيرز هوموجينس، السكنس بتاعه مور وايت كويس. طيب لما بنبص على الابنورمال كونترالاترال سايد في ديفيوز فيوزيفورم سكنينج اوف ذا تندون مور هايبوكويك، معنى كده ان احنا بنتكلم ان في تندينوباسي. Until now there is no detected gross gap detected in the tendon. طيب واحنا بنعمل برضو طيب tendon related masses، ممكن يجي لي البيشنت يشتكي من soft tissue masses related to the tendon، ودي الحقيقه برضو حالات بنشوفها كتير اللي هي giant cell tumor of the tendon sheath. تبدا انت تفحص البيشنت، نفحص البيشنت نشوف نتلاقي التندون intact، وجنب التندون في ماس لها regular outlined mass كده موجوده بره. بعد كده ان احنا بنتكلم في ان ماس ريليتد للتندون، يعني احنا طلعنا بره دايره التينوساينوفايتس وبره دايره التندون تير، وبنتكلم في نيوبلاستيك ماسز اللي هي الكومن تيومر جاينت سيل تيومر اوف ذا تندون شيس. المينيسكس، المينيسكس الحقيقه يعني المينيسكس ده، وممكن كمان نشوف اللي يوازيها اللي هي عباره عن الجلونيد ليبرم والاستابلر ليبرم، الاثنين بيبانوا عباره عن هوموجينس انترميديت ستراكشر. يعني لو احنا شايفين كده ده الابيرنس بتاع المينيسكس اهو، عباره عن ترانجولر شيب، زيه بيبان الجلونيد ليبرم وزيه بيبان الاستابلم ليبرم، هو بيبان بنفس المنظر ده. طب اعرف فيه ان في باثولوجي ولا ايه؟ ان انا اشوف فيه تراك او كراك جوه الحته الهوموجينس ستراكشرز اللي موجوده دي، معنى كده ان احنا بنتكلم على يا اما ديجنريشن يا اما في تير. طيب لو هو حصل ان الكراك ده وصل لارتيكولار سيرفيس سواء الانفيريور او سواء
السوبيريور، بعد كده نتكلم في كتير. لو هو ما وصلش والكراك ده واصل انترا سبستانس بس، ناس انا معنى كده انا بتكلم في ديجنريشن. ده على سبيل المثال عباره عن الفيمورال كوندايل، ده التيبيال كوندايل، وده عباره عن المنسكس اللي موجود الموجوده ما بين الاثنين ستراكشرز اللي موجودين. النيرف الحقيقه من الحاجات اللي هي بدات في الفتره الاخيره وبدانا نشتغلها، ولما الكلينيشن حسوا ان احنا بنطلع لهم داتا بداوا يطلبوها كتير. ليه؟ اوقات يقول لي انا عايزك يا دكتور احمد تعمل لي سكريننج للراديال نيرف من الريست لحد الراديال جروف على الهيومرس. طبعا لو انا بالام ار لازم هعمل يعني لازم هيكون معايا فوف واسع واعمل شويه حاجات تانية كده، انما بالالترا ساوند سهل جدا ان انا اعمل له سكريننج، ان انا امشي بالالترا ساوند على طول الكيرف. النيرف نفسه بيبان هنا يكون بابيرنس، بس نرجع نقول ايه، لازم اكون عارف مسار النيرف ماشي ازاي. يعني لما اجي اعمل اكزامينيشن لازم يكون كل جوينت له لاند مارك ابدا بيها علشان ما توهش، لان النيرف ده انا مش بحط بطلع زي الليفر كده اشوف ليفر او اشوف سبلين او اشوف كدني، لا ده انا بحط لاند مارك احطها. انا مثلا الريديال نيرف ده هجيبه عند الكيوبيتال فوسا في كل البراكيالز بريكيورودياليز ماسل ان ريليشن لبعضهم البعض، فبالتالي اقدر اطلع الريديال نيرف ما بينهم. طب الميديال نيرف فين؟ نفس القصه. طب الالنر نيرف ورا الميديال ايبيكوندايل. فكل نيرف وكل ستراكشرز له كاركترستيك لوكيشن ولو لاند مارك انا بجيبها وبحاول تكون دي الجايد بتاعي في الاكزامينيشن. النيرف بيبان ازاي؟ بيبان ان هو هوني كومب ابييرنس، شايفين شكل النيرف عامل ازاي؟ يعني ده عندنا ده عشان كده احنا دايما بنكتب كلمه اتاتشد لبعضهم اللي هي ايه؟ نيورو فاسكولار باندل. كلمه نيورو فاسكولار باندل يعني انا عندي ارتري عندي فين وبعدين ده النيرف بيبان بمنظره الهوني كومب ابييرنس ده. الهوني كومب ابييرنس ده وانس ان حصل له ديسربشن او حصل انترابمنت للنيرف، لما يحصل انترابمنت للنيرف باي باثولوجي يعني في ماس ضغطت عليه في ريتيناكولم ضغطت عليه هيحصل في بروكسيمال انلارجمنت، النيرف يحصل له ان هو يزيد في السيرفيس اريا بتاعته وكمان يظهر هايبو اوكوت عن النورمال، وبالتالي ده الايفكت اللي موجود. واقدر اقول البوينت اوف انترابمنت في المكان الفلاني، يبدا الجراح يدخل عليها ويعمل لها ريليز. زي ما احنا شايفين ده عباره عن الميديان نيرف اهو، ده الميديان نيرف هنا احنا ماشيين عليه وجايبين السيرفيس اريا بتاعته اللي هي 15 ملم مربع، وده واحد نورمال اللي هو 7.5 ملم مربع. المهم الكات اوف فاليو ماشيه من 11 ل 13 ملم مربع اللي هو لو زاد على كده. والخط اللي احنا شايفينه ده عباره عن مين؟ الفليكسور ريتيناكولوم، الخط الهايبوكوك. طبعا اللي بالنسبه للناس اللي هي مبتدئين في الماسكول سكيليتال كده ما تتخضش من الايمج يعني ولا كده، لا ده باذن الله الامور مع البراكتس هتشوفوها طبيعيه عادي خالص. يعني برضو احنا شايفين النيرف هنا هايبوكوك مور ذان نورمال، النيرف المفروض ان هو هاني كومب ابييرنس، النيرف فيزيكلز تبان هايبوكوك، الكونكتيف تيشو بيبان هايبر اكوك. يعني احنا عندنا لو بصينا بص هنا كده الاسود ده النيرف فاسكلز، وده عباره عن الكونكتيف تيشو اللي ما بين النيرف فاسكلز عمل لي الهوني كومب ابييرنس. نيجي بقى للباثولوجي اللي موجود، لا يعتبر النيرف نفسه حصل انلارجمنت بقى هايبر اكوك، وبالتالي ده نقدر نقول ان في انترابمنت في النيرف. في حاجات باثولوجي بتحصل كتير، في بريفرال نيرف جيست تيومر، في نيرف انتربشن او نيرف انجري ونيوروما فورميشن، وبالتالي الحاجات دي كلها انت لازم هتعمل لها انتربريتيشن. هل النيرف فيزيكلز دي كونتينوس ولا نوت كونتينوس؟ لازم هنجاوب على الاسئله دي. هل البرينيوريام والاندرونيوريام بتاعنا في انتكت ولا لا؟ هل النيرف اندنج حصل فيها قط ولا لا؟ طيب لو في الجاب دي قد ايه علشان لو عمل نيرف جرافت؟ في نيوروما ولا لا؟ لا يعني القصه كلها وده كلها بتتحدد بالسونار وبتكون سهله جدا مع البراكتس ان شاء الله. زي ما احنا شايفين احنا عندنا في نيرف ماشي اهو مفيش فيه مشكله خالص، وبعدين جينا تلاقينا هايبو اوكوت ماس او هيدروجينس هايبو اوكوت ماس، عيان مديني هيستوري ان في تروما وحصل قطع للنيرف وفي عنده نيرف كوندكشن فيلوستي افكشن وهي ماشيه اكوردنج دي للكورس بتاع النيرف اللي موجود، فبالتالي ايه البوسيبيليتي اللي هتكون موجوده؟ نيوروما فورميشن. الساينوبيوم والكبسول يعني دي ان شاء الله الحاجه الاخيره اللي احنا بنتكلم عليها. هو الساينوبيوم ده في معظم الحالات بيعمل لايننج للكبسول بيكون انترميديت تو هايبو اكويت، واللاند مارك بتاعنا عندنا ان في ساينوفايتس الساينوفيال افيوجن. هنا لو احنا الساينوبيوم ابيرز طبعا عمره ما بيوصل للجوينت سيرفيس طول ما هو ماشي لايننج الكبسول عادي. لو حصل ان هو وصل للسيرفيس كده معنى كده ان احنا بنتكلم في جريد 1
افيوجن او ساينوفايتس. طب بروتروجن ان وان اوف ذا سايدز اوف ذا جوينت، يبقى احنا بنتكلم في جريد 2. طيب جريد 3 اللي هو اون بوث سايدز، وعارفين ان احنا بعد كده ممكن نتكلم على الفاسكولاريتي نفسها، وبتهمهم جدا بتوع الناس بتوع الروماتولوجي في فاسكولاريتي في الساينوفيوم ده ولا لا، يعني في اكتف ساينوفايتس ولا لا. زي ما احنا شايفين احنا بنعمل ايفالويشن كده، عندنا ده الجوينت وبعدين ده بيري ارتكولر وفي فلويد هو جوه الجوينت سبيس نفسه حوالين الجوينت، معنى كده ان احنا عندنا جوينت افيوجن. ويمكن الصوره دي لبيدياتريك بيشنت زي ما احنا شايفين ده لاند مارك، هل هو ترانزيانت ساينوفايتس ولا سيبتك ارثرايتس في بيدياتريك ايج جروب. طبعا لو الكلير فلويد موجود هيبقى ترانزيانت ساينوفايتس، لو في كورس انترنال ايكوز معنى كده ان احنا بنتكلم على سيبتك ارثرايتس. وده من الحاجات اللي لما يجي لك، يعني ده عباره عن برايمري سكريننج تول، عيان جاي بيشتكي من سواء في الحضانه او سواء عيل طفل صغير، اول ما بيجي يقول ان انا عندي هب، الالترا ساوند اكزامينشن از ذا برايمري ايميدجينج تول اند ات از ا جود يو ويل دو ا جود ادفايس فور ذا كلينيشن. احنا كده قربنا نخلص الكويز بتاعتنا، نقدر نشوف بعض الحالات اللي احنا شفناها. زي ما احنا شايفين كده ده عباره عن بون كويس ما فيش فيه اروجن خالص، بدانا نشوف هنا ايه اروجن موجوده في الكورتكس وعامله كوميت تيل ارتفاكت، ما ننساش القصه دي، معنى كده ان احنا عندنا بولي اروجن والحاله دي كانت عباره عن سورايتيك ارثرايتس. الحاله دي عباره عن الكالكينيوس ماشي لونجيتودن السكان، في سيكننج للاكيلس تندون، في ديبوزيتس اوف كالسيفيكيشن ات ذا تندون اوف ذا اكيلس تندون، في هايبوكويك ريتروكالكينيال بيرسايتس وي كان دايجنوز هاجلاند ديفورميتي او هاجلاند سيندروم by the triad of tendinopathy of the Achilles tendon with retrocalcaneal bursitis and the bony changes at the calcaneus. Here is the normal tendon surrounded by hypoechoic lesion likely neoplastic which is giant cell tumor of the tendon sheath. Here is active vascularity at the synovium lining the joint space indicating synovitis which is better detected on Doppler study. Here is healthy Achilles tendon and here is the gap between the tendon fibers. Don't forget to mention the gap between the tendon ends. Also, there is second synovium with internal vascularity protruding on one side. ما ننساش الجريدنج بتاعتها اللي هي لو هي طلعت على ناحية واحدة، معنى كده احنا بنتكلم في جريد 2، لو احنا بنتكلم على الناحيتين يبقى بنتكلم في جريد 3. برضو في فاسكولاريتي عالية هنا جنب ال، طبعا هو في الابليكيشن برضو مش كتير بنشوف الفاسكولاريتي دي، لأن طبعا عايزة سيتنج من نوع معين، يعني عشان ما يحصلش الايزيشن، وخاصة لازم تكون الماشين هاي اند ماشين بحيث ان احنا نقدر نديتكت الفاسكولاريتي اللي جوه الساينوفيوم علشان نكون كونفيرمد بالداتا اللي احنا هنطلعها بيها. في النهايه انا عاوز نكون فاكرين ان احنا لما نعمل ايفالويشن او نبدا الماسكولوسكليتال التراساوند اكزامينيشن لازم هشوف البون، لازم هشوف المصل، لازم هشوف التندون، الليجامنت، الكارتليج، الساينوفيوم والكبسول، وهنشوف النيرف. Don't forget ان ده الستراكشرز اللي احنا لازم نكون ماشيين عليها علشان ما ننساش اي حاجه. في some questions لازم يعني تجاوبوها لي على، يعني على اساس ان احنا برضه الحاجات دي نكونفيرم الداتا اللي احنا خدناها من الليكتشر. كلمه انايزوتروبي ارتفاكت دي مهمه جدا، يعني انايزوتروبي ارتفاكت التندون الايكوتشكستشر بتاعته بتبان ازاي علشان ما تلخبطش ما بين التندون وما بين النيرف. الايكوتشكستشر بتاع النيرف اخبارها ايه؟ What is the ايكوتشكستشر of the meniscus? What is the ايكوتشكستشر of the cartilage? الادفانتج والديسادفانتج بتاع الليكتشرز، يعني لو كده حضرتكم بس تبعتوها لي، وان شاء الله لو انتم حابين نبريبيت الليكتشر دي ونمشي سيستماتيك مع الدكتور هشام بعد كده ان شاء الله. شكرا جزيلا ليكم وشكرا دكتور هشام. Thank you very much, Dr.